ثم قال له القاعدة العظيمة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أي كل الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أبدا. لو اجتمع عليك من بين أقطارها، كل الناس بلا استثناء، صور كل الناس يجتمعون عليك لينفعوك بشيء ما يستطيعون إلا شيء قد كتبه الله لك. هذه قد لا يؤمن بها الكثيرون لقش دعوة. كل الناس لا يستطيع. نعم كل الناس لا يستطيع. نعم أنا كمسلم يجب علي أن أؤمن بهذا. كل الناس لا يستطيعون أن ينفعوني أو يضروني إلا بشيء كتبه الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة. قضية مو كيفك تؤمن بهذا أو لا تؤمن، لا، يجب عليك أن تؤمن بهذا. يجب عليك أن تعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. يعني لا تخفى عليكم قصة الغلام الذي، يعني قصة أصحاب الأخدود لما أمر به الملك أن يقتل، قال صعدوا فيه على جبل فإذا رجع عما هو عليه وإلا فألقوه من الجبل، قال اللهم اكفني بما شئت، اهتز الجبل سقطوا كله. رجع إلى الملك أمر أخذوه في قرقور، يعني في مركب صغير في البحر، إن رجعوا إلا ألقوه في البحر، ما رجع، اهتز المركب سقطوا كلهم إلا هو. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. رجع إلى الملك مرة ثانية، تحدي، ماذا تريد؟ لن تستطيع، حتى إنه قال للملك إنك لن تستطيع قتلي إلا إذا فعلت ما أمرتك. صار هو يأمر، هو يأمر الملك، قال قل خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإن أصبتني قتلته وإلا فلا. صور ملك حفر الأخاديد، قتل الناس، جبروت، صار دليلا أمام هذا الغلام، يقول لن تستطيع، وفعلا لن يستطيع. فلو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك لم ينفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله لك أو عليك سبحانه وتعالى. تذكر دائما مقولة نوح عليه الصلاة والسلام، واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآياته فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما استطاع. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة أنه يقول إنك لن تضرني إلا بشيء كتبه الله سبحانه وتعالى، وصل إلى القمة. الله يجعلنا وإياكم كذلك. يقول ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص، يعني الذي كتبه الله هو الذي سيقع. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني لن يقع إلا ما كتب الله تبارك وتعالى. خلاص كتب، هذا ما كان في اللوح المحفوظ، هذا ما كان في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الآخر: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن ما يقع للمكتوب فقط، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.